These managers are in prime as come to choose a captain. Only the Bathory division are the teams with the best arenas, best facilities and players go head to head. Moment. Oh, what a finish. Into the bottom corner. Decisive. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعي قناة كابيتانو جيمز. طبعا مرة تشوف المحتوى ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل حاجة بننزلها. وعلى خيرة الله هنبدأ فيديو النهاردة. قبل ما نبدأ يعني ياريت نصلي على حبيبنا وشفيعنا يوم اللقاء عليه وعلى آله أتم التسليم ثم أما بعد. خيرة الله هنبدأ فيديو النهاردة. مبدئيا حابب اشكر 9000 اخ، الحمد لله اخيرا وصلنا 9000 مشترك، وان شاء الله باقرب وقت نوصل ل 10000 مشترك. شكرا جدا جدا على الدعم الاسطوري، وشكرا لكل واحد بيكتب ده كومنت محفز وايجابي واسطوري، وشكرا جدا لكل محترف بيتابعني من البدايه لحد دلوقتي، شكرا جدا لكل واحد مازال مستمر على القناه، شكرا جدا جدا. وان شاء الله بيكم هنستمر ان شاء الله في نشر المزيد عن شروحات لعبة دريم ليج 24. عشان كده النهارده بمناسبه 9000 مشترك اللي وصلنا لهم خلاص، وان شاء الله في اقرب وقت نوصل ل 10000 مشترك. الفيديو ده ليكم انتوا، البدايه من الصفر، كلكم شفتوا اليوتيوبر كلهم بينزلوها، واللي بتكون عباره عن البدايه من الصفر بيدخل على الاعدادات وبعد كده بيفعل كلمه تقدم وبعد كده بيعمل حاجه اسمها اعاده تعيين الملف وبيبدا الحساب بتاعه من الصفر وبيبدا ينزل حلقات. واللي فيه يوتيوبر عرب قالوا ان احنا اول ناس نزلنا السلسله دي، وكل واحد بيتغرف نفسه ويقول لك انا اللي بدات السلسله دي. وبالمناسبه اللي بدا السلسله دي اجنبي مش عربي واسمه جيمنج جنج. اللاعب ده منزلها من نسخه 21 وهو اول يوتيوبر عمل السلسله، وطبعا كل اليوتيوبر بدا يقلده سواء الاجانب او العرب، واللي ما زالت مستمره لحد دلوقتي السلسله دي وبينزلها للعرب. كل واحد بينزلها بطريقه مختلفه، اللي مش عايز اذكر اسماء يوتيوبر عشان حد يزعل مني، ولكن الفكره نفسها بدات من اللاعب الاجنبي جيمنج جنج بفكره مختلفه عن اي حد ينزلها قبل كده في البدايه من الصفر. انا مش ما عنديش وقت ان انا انزل فيديوهات واخسر حسابي في اللعبه والعب ماتشات وابدا لك البدايه. انا بنزل لك الشروحات اللي بتفيدك ان شاء الله. البدايه من الصفر الفيديو بتاعي ده يخص اكبر فئه المبتدئين، ولو انت محترف وحابب تتابع معانا مفيش اي مشكله، تابع ممكن تستفاد، ممكن تكون عندك خلفيه احسن مننا، تقدر تحط لنا في التعليقات وتقول لنا انا اخطات في ايه، او عندك افكار تفيد بها غيرك في الكومنتات اكتبها. في كتير بيبدا بدايه خطا في لعبه دريم ليج 24، اكيد كلنا بدانا بدايه خطا كان عندنا اخطاء كتيره، ولكن مع الممارسه ومع الوقت ومع الاستمراريه ومعرفه والبحث وكل حاجه على اللعبه، استراتيجيه بناء فريق واستراتيجيه جمع العملات، الكلام ده مش بيجي في يوم وليله او ما بيجيش في وقت قصير. ففي كتير جدا جدا بيغلط، بيكون لسه منزل اللعبه وعايز يشتري اكتر عدد من اللعيبه الاساطير في لعبته في فريقه ويكون فريق زي محمد صلاح وكريستيانو وميسي ويعمل تشكيله جباره، ولكن ده ما بيجيش وقت واحد. فانت تابع معانا النهارده عشان تقدر تبني فريقك بطريقه صحيحه وتكون فريق قوي وتنافس في اللعبه وفريقك يستمر ان شاء الله. طبعا يا شباب في بدايه اللعبه احنا شفنا اليوتيوبر كلهم بيديك اللعيبه اللي اللعبه مقترحاهم وبيبدا يختار لاعب. تمام، اللاعب ده طبعا اختياره مش عشوائي، انت الاول بتصنف اللعيبه اللي طلعت لك دي بناء على يعني ايه؟ يعني ما يكونش طلع لك حارس مرمى او طلع لك مدافع او طلع لك خط وسط او طلع لك باك او طلع لك اي كان وتختار اللعيبه دي، انت اختار اللاعب اللي هينفعك، اختار اللاعب المركز اللي هينفعك في التشكيله بتاعتك فيما بعد. بدايه بالنسبه لاختيار اللاعب ده هتبدا تبني التشكيله بتاعتك وهتبدا تكون الفريق بتاعك، واللاعب ده هيفيدك بشكل كبير جدا جدا في المستقبل في لعبك، في سواء اللعب في المسيره المهنيه او في الاونلاين لو انت حبيت تبدا تشارك في الاونلاين. حاجه تانيه يا شباب وهي ما تبداش بالعملات اللي بيديها لك انك تشتري لعيبه او تدخل قائمه الانتقالات، تبدا تشتري اي لاعب او تفتح باكجات او تعمل الكلام ده كله او يظهر لك لاعب سري وانت تفتحه، فكل الكلام ده كله ضيع عملاتك على الفاضي. فانت حاول تستغل كل عمله بتجيلك في اللعبه في بناء تشكيله قويه وفريق قوي. العملات اللي هيديها لك والمجوهرات اللي هتاخدها حاول بقدر الامكان انك تدخل تطور بيها الملعب بتاعك، لان تطوير الملعب بيكون عليه خصم على اللعيبه اللي بتظهر لك في قائمه الانتقالات على الكشافه، بيكون عندك خصم زي ما انت شايف كده. لو انت لسه في البدايه هتلاقي عندك اللاعب العام والنادر والاسطوري بعملات اكتر من كده. نفس الكلام اللاعب الوكيل بيكون عامل لك عليه خصم 4% على اللاعب العام وخصم 4% برضه على اللاعب النادر، ونفس الكلام على اللاعب الاسطوري. طب الخصومات دي انا حصلت عليها ليه واخدتها ليه؟ لاني مطور المرافق، وكده كده انت هتطور الملعب لانك هتطلع بعد ما تخلص القسم الاولاني هتطلع من القسم الثاني اللي عشان تدخله لازم تكون مطور الملعب بتاعك. تمام، فزي ما قلت فانت ما يظهرلكش في البدايه لعيبه اساطير او يظهر لك باكج زي كده وتضيع عملاتك بشكل يعني عشوائي على لعيبه انت لسه طبعا هيديك اللاعب الاسطوري زي ما قلنا. تبدا تلعب وتنافس بالاستراتيجيات الجديده في لعبه دريم ليج 24. طبعا كلنا شفنا السيناريو، طبعا كلنا شفنا التحديات اللي بتظهر هنا. لو قدرت تبدا صح وتمارس الاستراتيجيات دي صح هتجمع عملات في وقت قصير جدا جدا، وهتقدر من خلال التحديات دي والسيناريو انك تحصل على عملات وجواهر، وبالتالي من خلال تكون المرافق تصنيف الفريق بتاعك هيعلى.
التصنيف الفريق بتاعك لما يعلى اللي هيحصل يا كابتنو، لما يرتفع تصنيف فريقك ده يساعد في ظهور لعيبه اساطير في قائمه الانتقالات المباشره، واللي هيساعد اكتر في انك تشتري اي لاعب انت محتاجه. ولكن انا بكلمك في الاستراتيجيات والسيناريوهات والكلام ده كله، ميسي او نيمار او كريستيانو، اللعيبه دي لعيبه قويه جدا جدا وهتساعدك في التشكيله بتاعتك، ولكن ممكن يظهر لك في وقت وانت ما عندكش عملات، فبالتالي هتقدر تضيع اللاعب ده عليك. فانا زي ما قلت لك ما تستعجلش في شراء اي لاعب، وكده كده هيظهر لك اللاعب، لو ظهر لك مره يظهر لك تاني، فانت ما تستعجلش في ظهور اللعيبه الاساطير، تمام؟ فانت حاول تجمع اكتر عدد من الجواهر والعملات من خلال التحديات الموجوده في اللعبه، سواء السيناريو او التحديات، وحاول تلعب في الاونلاين عادي، مفيش مشاكل في بدايه الجيم اونلاين. لو انت لسه مبتدئ طبعا هيكون لسه في الفئات الاولى، الفئه ال 20 وال 19 وال 18، لو انت قدرت تلعب بشكل حتى يعني 50% لعبه كان كويس، هتقدر تجمع عملات ومجوهرات، تقدر تستفيد من الجوائز اللي بتظهر في السيزون باس واللي هي بتكون مجانا، الجزء اللي موجود في اللعبه زي كده زي ما انتم شايفين، تقدر تجمع عملات ومدربين ايضا يساعدوك في استكمال مشوارك في اللعبه وبناء اقوى فريق واقوى تشكيله. طبعا ما تحاولش تهكر اللعبه، لان زي ما قلت مليون مره قبل كده، فكره انك تهكر اللعبه مستحيله، مستحيل تهكر اللعبه، لان موجود قيود شديده جدا جدا. وما تحاولش تبحث عن اليوتيوب، هتشوف مواقع كثيره وتطبيقات كثيره ومواقع وفيديوهات اكتر عن تهكير اللعبه، ولكن لا يوجد تهكير اللعبه، لان فكره تهكير اللعبه انت كده خسرت حسابك، وبيتعمل لك بان من الشركه، بيتعمل لك حظر من الشركه من وقت ما حدث من نسخه 2020 الى 24 الى 23 و24، مفيش تهكير للعبه حتى الان. ما تحاولش تهكر اللعبه. طبعا في ناس كتيره بتكون لسه مبتدئه، يكون عنده شغف وحماس كبير جدا جدا انه يخلي اللاعب بتاعه يوصل للفول ماكس، يعني يكون انت بيكون عندك لاعب واحد بس وهمك كله انك توصل اللاعب كارت اسود. يا حبيب قلبي ما تستعجلش في تطوير اللعيبه عندك، انت لسه في البدايه، لسه مبتدئ، فالعملات او المجوهرات اللي هتضيعها في تطوير اللعيبه يعني في البدايه انت محتاجها في حاجات ثانيه تفيدك في المستقبل في اللعبه. فما تصعبش الموضوع على نفسك، انت لسه مبتدئ، فتلاقي عندك اللعبه لسه جديده عليها، في رتم اللعبه عندك لسه ما دخلتش في مود اللعبه، فبالتالي ممكن يعني تتعثر في كام مباراه سواء في المسيره المهنيه او في الجيم اونلاين في البدايه، وده العادي، يعني ده العادي انك لسه مبتدئ، فانت هتتعثر في حاجات كتيره. فحاول على قد ما تقدر ما تحبطش نفسك، وحاول تنوع في التشكيله بتاعتك. بمعنى ايه؟ يعني انت لسه مبتدئ ولعبت مثلا بتشكيله معينه، سواء المعروفه طبعا الخطه المنتشره في الكل بيلعبها 4 4 2 و 4 3 3 اكتر خطتين الناس بتلعب بيهم، قليل جدا جدا اللي بيحاول ينوع في التشكيلات. فانت لو انت لسه مبتدئ ولقيت التشكيله اللي تلعب بيها دي، يعني انت مش حاسس ان التشكيله، انت حاسس ان مش قادر تلعب قدام اي حد سواء في المسيره المهنيه او في ماتشات الوديه او في اي حد في اي جيم مش عارف تلعب، فحاول تنوع في لعبك وحاول تغير التشكيله بتاعتك، وجرب تشكيله واثنين وثلاثه واربعه لغايه تثبت على تشكيله معينه، تلاقي اللعب بتاعك فيها سلس وبتعرف تنقل الكوره في الملعب. لعبك ما تسمعش كلام اي حد يقول لك افضل تشكيله اخيرا 4 4 2 او 4 3 3 او 5 2 3 او 5 4 1، الكلام ده كله غير صحيح. هي افضل تشكيله هي افضل طريقه تلعب بيها، بمعنى ايه؟ افضل خطه تلعب بيها هي افضل طريقه تلعب بيها، يعني فكره تغيير الخطط دي فكره قويه جدا جدا، وفكره بتستعيد لعبك واستراتيجيه اللعب بتاعك داخل الجيم بلاي. طبعا انا قلت يا شباب ما تسحب لما تشتري لعيبه في قائمه الانتقالات المباشره، ما تشتريش لاعب وخلاص، حاول كمان تركز في شراء بعض اللعيبه في المراكز المختلفه. بمعنى ايه؟ ما تفرحش لما يظهر لك اي لاعب في الانتقالات المباشره يكون لاعب اسطوري وتشتري اي لعيبه وخلاص، حاول تشتري اللاعب في المركز اللي انت محتاجه. ما تنساش تعمل الاعدادات المناسبه للهاتف بتاعك عشان تتلاشى اي مشكله تحصل لك في اللعبه في البدايه. لو انت لسه محمل لعبه جديد ولسه مبتدئ في اللعبه، فهتواجه مشكلات كتيره في اللعبه، وهي الانفصال من اللعبه او الخروج المفاجئ او التشتت او التقطع او الشيء السوداء، هتواجه مشاكل كتيره في اللعبه. فزي ما قلت لك لازم تظبط الاعدادات المناسبه للجهاز بتاعك من خلال كل الايقونات في لعبه دريم ليج 24، شرحتها شرح كامل لكل المبتدئين، هسيب لكم الفيديو فاصل فيديو. فنصيحه لكل مبتدئ، ما تغيرش الشعار بتاعك او تغير طقم يكون باستخدام الجواهر، لان الجواهر دي هتحتاجها ضروري جدا جدا في حاجات ثانيه هقول لك عليها دلوقتي. انت ممكن تدخل على قائمه الانتقالات المباشره بالشكل ده، تفتح الوكيل الاسطوري، تفتح الوكيل الاسطوري في بدايه اللعبه يكون عدد معاك جواهر، ممكن تقدر من خلال الجواهر دي تفتح لاعب عام على لاعب عام يكون كويس يقدر يفيدك في التشكيله بتاعتك، فما تضيعش الجواهر بتاعتك على حاجات مش هتفيدك في اللعبه زي ما قلت لك الا في النهايه خالص. حاجه كمان، لما تيجي تطور الملعب بتاعك، نصيحه ما تطورش الملعب كله. بمعنى ايه يا كابيتانو؟ بمعنى انك ممكن تدخل تعمل كده سعه البناء التلقائيه، سعه الملعب اقصد، ممكن تدخل كده تغير سعه البناء، فانت هتكلفك كتير، هتطور جزء معين بس من الملعب عشان يقدر يفتح لك القسم اللي بعده، مش مطلوب منك انك تطور الملعب كله لانه هيكلفك كتير عشان يفتح القسم اللي بعده. يعني مثلا تطور بالشكل ده، تمام، تطور جزء واحد بس، ما تطورش الملعب كله، تفضل تغير بالشكل ده، تستمر في تغيير لحد ما توصل لحد معين من العملات وتغير، تمام. زي ما انتم شايفين كده اللي هيكلفك عملات قليله، الجزء اللي هيكلفك عملات قليله طوره، مش لازم تطور الملعب كله. لا زال تضغط على كلمه بناء تلقائي، البناء التلقائي دي هيخسرك كل اللي انت عملته في الملعب. تقول ساعه البناء التلقائي عندي 85000، تمام، لو عملت بناء تلقائي هيعيد لي الملعب من الصفر، فبلاش تعمل بناء تلقائي، تمام. زي ما قلت لك لما بتطور الملعب تختار تحرير الملعب، تمام، غير تعديل الملعب، وتحرير الملعب حاجه وتعديل الملعب حاجه، تحرير الملعب اللي هو بتطور اجزاء معينه من الملعب، اما تعديل الملعب دي مسؤوله عن ارضيه الملعب،
فانت ما تخلطش بين دي ودي. لما تطور الملعب تطور تحرير الملعب واختار جزء واحد بس وهكذا. تمام، دي اتكلمت فيها، لان في ناس كتير كبيره جدا جدا في البدايه بتخلط بين الاثنين، وممكن تطور ارضيه الملعب وتكلفها عمليات على الفاضي وما يفتحش مع القسط. المرافق دي بتعملها خصومات على اشتراء اللعيب من الوكيل او شراء اللعيب من الكشافه، ونفس الكلام عن تطوير اللعيبه بتعمل لك خصم. تمام، لو جيت تطور اي لاعب بيعمل لك خصم. تمام، تطورش وما تستخدمش عملاتك ومجوهراتك بطريقه عشوائيه في اللعبه، وخصوصا انت لسه مبتدئ. وبكده اكون خلصت في النهارده. اتمنى لو في عجبك تنزل لايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل حاجه بنزلها.